ياك جاك واحد بلان صاحبي والله شي يهرب لك بالله ديك 3 مليون 4 بحال 3 مليون 4 في الصداق ما تقدريش تنازي عليهم لا ما كنظنش مليون 4 مليون تتبولي هواي تتخراي لينا حنا لا كريم فريش ها شوف اصاحبي تم الشيطه ديال البطاطا اللي كدير الصوبه في المنطقه اولا الطالبه الثمان جاي حبوا الدراري ما بقاوش باغيين يتزوجوا باغي يتزوج في الحبس تدير تدينا بربي والله ما نتزوج به وخا بالفريال الفريه ما عطاش لها في الصداق انا حيت دابا هادي بعد الزواج سيمانه ديال شهر العسل سيمانه ديال السعاده ولكن 10 سنوات اغلي رجول بالمحاكم والسجون قالت لك 3 المليون الله يحبك تا حول الدري ما بقاش باغي يتزوجوا الدري دابا راه مصاحبين مع يسرى مره يسرى مره يمنى قالت وي بدل الروتين وشي عايبه شي ضرب حبه عشره فهمتيني ناسي الحياه وناسي الالام وناسي الزواج حيت عارف الا دخل الكراج غيمشي للحبس ولا خرج من الحبس حياته غادي تضيع علاش هو غادي يخشي راسو في هاد المشاكل هادو واصلا كاينين البنات دابا غادي تسمعنا 3 مليون 4 ومازال غادي تسمع 7 8 9 10 وغتبقى غادي الحياه تتزوج ما غاديش يبقى وهذا هو الهدف اللي باغي نوصلوا لحبو في هاد المغرب في هاد العالم ماشي في المغرب بره كاين داك 3 مليون 4 ترى 10000 درهم تجيب لك 4 دومه جنسيه دير محبه متعدد تشري وحده على شكل بو هانكوك وحده تشري حبه على شكل انجيلينا جولي وحده تشري على شكل ديك اللي كتمثل مع الشاروخان ديال شتي الافلام الهنديه والتواجد ديال هونداكاني حتى هي والرابعه نقول لهم صوبوا لي اش نجيب لهم الصويره ديال الخيتي هذه ونقول لهم صيبوا لي دميه على شكل هذه على شكل خليني نمطق الحبه عقاب غاليه طالعه غاليه في الحرام دابا واش هي غاليه ولا هي باغا تغلي راسها دابا واش هي على الشروط ديال 3 مليون و 4 مليون كتقول عليها واش كفؤ لها زعما واش غادي نلقاها غوز ملي غادي نفتتحو زعما واش حالقه في الكوزينه زعما واش رومانسيه واش انها تستاهل هاد الفلوس اللي طالبه 3 مليون 4 ترى بنادم راه ما عارفاش باللي المازوط غلا كلشي حبو غلا الزواج راسه جاو غلا ترى دابا نسيطونا للحبس هذا ودني ردمونا وقتلونا صاحبي وهي تعطي الحب 4 مليون ها انت تعطي شي 4 مليون في الصداق وانت عشي مع الحياه وديت شي حبه عرس مطر دق ديت شي حبه لشهر العسل في تركيا ولا في تايلاند لا عيش شي حبه تبارع اين فوا غتجي غتلوح عليك معاك شي فريخ مزيان طق تجو حلوفك تقول لك يلاه هاي دابا خرج جي من داري يا راه دارك خرج جي من داري وحط لي سوار ديال طوموبيلتي قلب على راسك مع انك ما غاديش تقول غتمشي تطلق ولكن لي ميكروب والله يا حبه طلق سير جي طوالك طلق يا راسك تابع شي راجل والله هما مش راجل ولي يمشي ليه ديالو تمشي ليه دارو طوموبيلتو ورزقو وانت تولي انت هي الراجل توا وحق رب تيغي وحلو ماشي الشباب جايين دابا حنا مازال نساكن حنا التقاده ديالي وكبر مني كذا ما يرضاش تقول لي ما طلقنا غيطلق حبه اما دابا غتجوشوها بشي وحده غتقول طلقني يقول لها سيري فهمتي طلقي راسك ولا دبري راسك ما غادي دي والو ما عند حبه ما غادي دي وهادشي اللي ولاو باغينو هما دابا هما ولا دايرين هاد الزواج كمشروع مربح فراه ما بقاش غتصدق عليهم الدراري غتكبتت الدراري راهم مصاحبين مع يسرى غادي ما حبوا من الغراض وعايشين الاجواء النقيه دبروا على راسكم الكتب بحال ما هكا وانا يا خوان عندك بحال شي يكون عندك بحال قرعه عادله كان عندكم بحال قرعه الله ما تحسر في شي لعيبه صافي تبارك الله يعجل لينا شي والله يتغي يعجل لينا برا الطاجين بعدا راه نصب هو وغل هو وري الطاجين نقاه بروج ولا حلم الغطاء بروج ديال الطاجين اشوفوا يا هاني هادي زعما دي انا المتعلة تفهم ريشه تبارك الله هو كيعجل لينا دابا وانا اللي خطينا عيالات وصافي زيد كب شويه تما كتصحبوا كب بارك الله يردك يا ما كيكب شويه بحال غادي حيدو حيدو اختي حيدو اختي حيدو حيدو ولا هذه اللي الدور ما كاينش الدور ما كاين والو ياك حيد الفلاش حيد الفلاش حيد صافي حيد الفلاش حيد الفلاش حيد الفلاش سكري حيد الفلاش صافي بلا ما تكب الماء ما كنت صاحبها قبص زك كي صاحبها قبص وين سد الثقبه في الكليمه ديزو مبارك حيد ورا ماشي كثير اصاحبي انت غتشوف عجينة كبيره هاي بخاطر كاع البنات اللي ما تعرفوش شي حاجه والله راه كاين الله يخطينا رجال راه كاين
راه كاين شي ناس يعرفوا شي عجن ولا شي هو شو عجين عدبتي حبالك عجين لا اسمح حتى دير لي محاله طيبه الخبز هذا وها قرب الله يتي غنباتو بالجوع غير طيب هذا الخبز هذا حد نتوما قول هذا رب ربوقه من المزيانه حتى هو عايش معنا أو سخن كيف صباح لا خذ لا خذ شيء وانت عندك تسيل جفالك فيها صاحبي حط المقلح والعجينة والطاجين أول ما جمع باروش لا اليوم مخيمين ما حبهم في السطح وحنا طوح يا نبي أطيب خبز باروش أعطينا البيلة أعطينا البيلة مرحبا أنا دينا أشوف أخونا ما ذلك الراس اللي عندك قديش على وجهك او تمد لك له دابا سير جبد شوف تمد لك تمد لك له عطي له واعره شناهي عطي له واعره قول له هو نسيت الملح غير هذه اللقطه الا نسيتي الملح معلم معلم قول لهم قول لهم الا نسيتي الملح البنات ما يفهموش هذا الشيء واختي الا نسيتي الملح في العجينه عارفي راسك راه مره ما والو من الاخر مدينة الجواج ما والو اللي كيهضر معاك راه مراه اصلي اصلي ومعقول شو مزيان اش غديري اه قول ديري لها ياك شيش ياك مسير ياك ياك يا ولدي بالله ماشي هانتي طق فرتت لي ها فرتت لي فرتت لي تاش من بركه بركه تركين ست خبزات فينو هذه ست خبزات هذه هنا انا كاينين سته تكتب لي خبز تما ما كان حتى لا كاين البطبوط خويا اللي كان يكبلك الماء فيها حتى هو كبلك الماء فيها اضرب لي واش مدي باناج هذا واش مدي باناج دير لي هكا الراق من الطاجين كتمعلك ليه هنا ما يعرفوش ليه دابا هذه حتى ما يعرفوش ليه والله عارف الدريه ديال دابا هذه الغيطه هذه اللي مهم دابا هذه خويا خويا هذيك هادي خبز 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 هادي اي نور اي اش نديريش غناكل خبز ديال العروبيه كنقول لك تجي خبز في اللحابه في الرمان العيش ديال الصح هاك 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 شوف لي البطبوط والله حتى بدات تبربر برا هادي غتنفخ الصاط هادي ورتا هي غتنفخ ولا ما تنفخش قال لكم ديروا لها نص ما تنفخ هاي ميتا نوي ديال هاد العيبات خبز شوف الصباح هو فرق علينا راسنا الخبز نطيب لكم الخبز شوف خبز طيب جديد شوف تشمالي الله يحبك وتضرب هاد الخبز هادي لا كلاس تولي الانعاش بالرب